صباح الخير سعادتك. ندينا لك تصريح بالنشر. مش فاهم يا فندم حضرتك بتتكلم على ايه. اتفضل. اسمك مكتوب والتفاصيل اللي احنا مش عايزين حد يعرفها موجوده. بعد شويه هتلاقي شلال صحفيين وجرايد وقنوات وزفت، والبلد مش هتتكلم عن اي حاجه غير ده. ويمكن المجرم ياخد احتياطاته ويبقى سابقنا بخطوات. يا فندم انا ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده. بص يا باشا، غلطه زي دي حسابها عسير، انما تعتبرني غبي وتكذب عليا ده موضوع تاني خالص. وائل. نعم فندم. انت على علاقه مع البنت الصحفيه دي؟ لا فندم. لا. امال ايه ده يا باشا؟ ايه ده؟ فضي مكتبك يا باشا وسلم عهودتك لحمدي بيه. اسبوعين ثلاثه وساعتك هتعرف اتنقلت فين. اتفضل اتفضل.